السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باتو جيم. رجعنا لكم بحلقة جديدة. قبل ما نقطع لايك واشتراك وتفعيل الجرس، اليوم راح اعلمكم كيف يعني تسوون السبيد رانر تبعي. يا صوت اللعبة عالي. طبعا اول شيء لازم تذكروا المكان اللي تسوي بيه سبيد رانر. هو في كثير سبيد رانر لكن ما تقدر يعني بسهولة يعني. ولا على الروم المناسب اللي هرجع لكم. اوبا بابا بابا، هذا الروم. شوفونا على الكتاب، هذا الكتاب. اول ما راح ترسبون راح تلقى الكتاب هنا، هاي اخر مرة تخرج فيها. ترجع طبعا لها، ترجع تدخل، هاي اخر مرة تخرج وراها. من راح تلقى الكتاب بعد ما تخرج ولا مرة. انا هذا الروم المناسب. كيف تعرف انه هو الروم المناسب؟ بعد دبر حالك، انا مالي دخل. لا لا هذا اشرح لكم. طبعا يجيك الدي الاول، لازم تسوي اكسسوار عندك سبيد. طبعا من يسمونه سبيد هنا؟ لازم اول شي تضبط السيرفولتي او الحركه. صراحه انا انصح بهذا، هو سريع. طبعا تجي تلعب لازم اربع اصابع. اذا انت تقدر تلعب اربع، تاخذ المسارية تطلع. بعد تشوفون هذاك احنا نريده، فايش تسوي؟ تفتح الباب. فتحنا، تجي من هنا تدخل. وات اسحب عليه، تجي هنا تجنب هذا البكسلات. طبعا لازم تكون هيك جوا، هاي تشوفه جوا هيك. تجي يم الحائط، شوفوا وقع. تجي هيك تاخذ الدرافيس، تاخذ الدرافيس وتفتح الباب وتنزل. طبعا توخر هاي انه بترجع لورا، ترجع تعمل هيجي. طبعا هذا الجلتش لازم تدنف. طبعا الروم المناسب بيكون هذا والهذا موجودين هنا، تكون ما السلاح موجود هنا. بس خلنا نشوف الحاسي. تجون كذا تدنقون جنب الباب او اي شيء، سرير، اي شيء تقدر تتخبى برا. او شو تسوي؟ تضغط على هاي مال رفع، تضغط انه بتضغط ما السيارة. لازم تكون سريع. كيف تعرف انه ضبط؟ شوفوا سوى ضبط، نرجع نشرح لكم. تضغط على هاي، تضغط انه بتضغط من الباب، شوفوا ضبط. طبعا تروح تصعد فوق، تروح ترجع تصعد فوق، تدخل في هاي انه بتجي كده، تطلع لك الباب لوكي. بعدين ترجع تقدر تاخذ الباب لوكي وتروح تفتحه بعد كده. بس هسه احنا نستخدم هذا الكليتش. تتقدم لقدام كذا، انتبه هاي مال حركة الدائرة، لازم تحركي هنا. باو تجي تمشي، تمشي ويا ما توصل على اخر نفضة. باو شوفوا ما ضبط معنا، لازم بالحائط تلزق هيجي، هاي تبقى ثابتة كذا، فهمت؟ حتى شنو يضبط معك. نرجع نسوي الدنك ويا ما هاي تصبر من السيارة. طبعا الان نصف اللعب ضبط، والسبيد رانر المحترفين يضبطونه من اول مرة. تجي كذا، شوفوا راح يدخلك، يدخلك كون العنكبوت وانتي قبل نهاية النفق. طبعا هو يبين النفق قبل نهايته، تنزل حتى شنو ما يطلع لك العنكبوت. هاي منين هنا؟ تجي كذا، تجي يمين، ما تضل تمشي. طبعا العنكبوت الان مو موجود، لازم تلف كذا اياك وان تروح تعبر من هناك. اياك وان تروح من هناك، اجي من هنا لان من هناك هي ترس بنت القائي. طبعا كذا تفتح هذا بس الصراحة عندك. والان تجي بعد ما نحتاج هذا، تاخذ هذا وترجع من نفس الطريق. الان خلنا اوريكم. باو راح ترسبن،
شوف فرص بنت الآن من الساعة عشان تقوم ترجع كذا، ترجع كذا تجي ويا ما أنت تمشي، انتبه ويا ما تمشي تسوي كذا، لا لازم كذا. أنصحكم تجون هنا وتشمرون كل سهولة، ترجع لازم هاي تكون سريع. لا 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 خطأت بشي، غلطت بشي. لو بترجع ويا ما شمرت المفتاح هنا ترجع هيجي على السريع، تجي تاخذ هذا ترمي من هنا، خليه مكلتش بالحائط. وإذا ما تريد تصعد بعد، أوه اسمه مكلتش بالحائط، حتى نقدر ناخذ من الجهة الثانية، نقدر ناخذ منها. تجي ترمي هذا هنا، ترجع ناخذ هذه ونسوي كذا، طفي الكهرباء، ترجع وترمي الآن. راح ترجع رجعة سريعة، تجي تاخذ المفتاح اللي رميته من هنا كمان، تاخذ البابلوك كي تشمره، تصعد تاخذ المفتاح تبعك، تصعد تصعد تعمل الحركة هاي ما بضبط، بس انت اصعد افتح هذه، اخذ الكروس بو الميس هنا ما نحتاجه، ترجع تاخذ ملاحظة هنا أنا بالسبيد رانات اكو بطارية هنا أنا اخذها وخليها بالباب هنا تكون، لان هي موجودة. راح ننزل على السريع، تفتح الباب، تاخذ البابلوك كود وتجي على الحائط ترميها بالحائط، عبرة الحائط راح تنزل تحت فين الطرقة تبعي هاي. طبعا ما ادري، بس ناخذ طرقة جديدة. طب هاي تسهل عليك على العبيد، تفتح الباب وتجي من هنا. ملاحظة هنا ردت اخترع جليتش بس ما ضبط، بس على العموم اخذ الطلقة منها وارميها من هنا و بس اخذ المطرقة وروح اصعد بيها فوق. نايس، بدل هاي الغبنة الغبية. اقول لك ليش ما اعرف كيف المطر فيه يضبطونه. بعد ما تاخذ المطرقة هم ترميها من هنا، ترجع ايش تعمل، تاخذ البابلك كوين وتباشر لقدام، تاخذ البابلك كود وتصعد تجي على السريع، تعمل وراح تجي البابلوك كي هم تسوي ذا.